السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك، ربنا يحفظك ويكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. طيب شيخ أحمد، إحنا عايزاك كده ماشي. فيفيان بتقول لك ادعي لها. ربنا يكرمك يا فيفيان، ربنا يكرمك ويرزقك الخير يا رب. ادعي لها بقى وادعي لنا. تعالي نبدا كده الحلقه بالدعاء لحد ما ايه ناخد التليفون. طب ندخل فيفيان تقول لنا، بدل ما هي خليها تدخل ايه تدعي لنا. طبعا هي تطلب الدعاء. انت عايزه هي تكلمك؟ ماشي. لا هي خلاص هي معانا، بس احنا معانا تليفونات. ادعي لنا بقى عشان تليفوناتها مستنيانا. ثواني على التليفون. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تحفظنا من شر كل ذي شر. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعل بلادنا واحه للامن والامان. اللهم اجعلها سخاء رخاء، بلادا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين في فلسطين. اللهم يا ربنا اجعل مصر واحة للأمن والأمان، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا من النار. اللهم يا ربنا ارزقنا الجنة بدون سابقة عذاب ولا حساب. اللهم ارزقنا الجنة بدون سابقة عذاب ولا حساب. اللهم يا ربنا ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. نسأل الله عظيم المنة يجعل مصرنا آمنة مطمئنة. والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. يلا ربنا يتقبل يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدأ بقى ايه وناخد التليفونات. أرزاق أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. عندي سؤالين، ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ أنا قاعدة في بيت العيلة وعلى طول خناقات. ممكن توطي مش حلو. ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. يعني قولي الكلام بتاعك كله ورا بعضه كده. هو بيت العيلة ده دايما كله مشاكل على فكرة. يعني كل التليفونات اللي بتجيلنا، كل التليفونات اللي بتجيلنا شكاوى، كلهم عايشين في بيت العيلة. مش عارف، مع ان المفروض ما يبقاش كده. سبحان الله. انا كنت متجوزة اصلا مع حماتي في اوضة، قعدت سنة وانا عندي خلايفي ما كانش بيخلفوا، فانا اللي خلفت الاول، فطبعا كان في مشاكل وكده. فحصل ظروف ان انا طلعت بيت العيله، طلعت بره بيت العيله، قعدت بايجار 5 سنين. برضو ما قدرناش ندفع الايجار وكده، فاضطرينا ان احنا نقعد في بيت العيله. عرشت نص البيت، انا عندي حماتي بانيه لسلايف الولادين ومساعداهم، ما ساعدتش ابنها دون، وعملت نص البيت وكده وقعدت فيه. بس برضو مش سايبيني في حالي، بيعاملوا عيالي مش حلو. باجي اقول لجوزي، هما يقولوا لي انت بتقولي ليه، انت خربت البيوت انت، ويقعدوا يقولوا كلامهم بحيث ان انا مش بعمل لهم حاجه، انا تحت رجليهم. لو حماية تعبانه انا معايا، اخت جوزي تعبانه انا معاها، فانا مش عارفه. اخواته مش حلوين فيه، يعني اخوه يقول جه رصين، اخوه التاني يقول لو في بوليس جه يطلع ياخده. سلفتي بتتكلم عليا وحش من ورايا من غير بعمل لهم حاجه، وانا والله بينهم وبيني ربنا بعملهم يمكن يعني بعملهم معامله حلوه. من الاول لما انت اخدتيه وخرجتي بره البيت 5 سنين ومش عارف ايه، حاسه ان انت كانك عايزه تقطعيه منهم، فبداوا يحطوا الموضوع ده في دماغهم. لا انا قاعده في بيت العيله، قاعده في اوضه. كنت قاعده في اوضه مش مرتاحه. طيب دلوقتي يا ارزاق، هو بيت مش بيتي يا ارزاق. بعد اللي انا كنت لما انا عندي فلفتي بقالها 10 سنين ما خلفتش، كنت انا اللي خلفت الاول، فكان في اللي هو
دي متغاظة او غيرة غيرة عاوزاني اطلع اشتغل عشان اساعد في البيت لان فاهمة حضرتك، فانا مش عارفة اعمل ايه. انا قاعدة قافلة بابي على هي الوقت، انا بقالي 3 شهور ما بكلمهمش. احسن اريح اقفلي بابك بقى عليكي فعلا، مش كده اريح؟ ايه مش كده اريح وانت قافلة الباب على نفسك اريح؟ اي اريح، بس برضو مش بيسيبوني في حالي. اسمع طرفي الكلام بيتكلموا عليا وانا مش وحشة فيهم. خلاص بقى سيبك منهم، يقولوا اللي يقولوه هم عمرهم ما هيحبوكي. خلاص ما تحطيش بقى في بالك ان انت عايشة ومركزة معاهم، خلاص هم مش بيحبوكي. ارزاق انت البيت ده. وسؤال تاني، يعني هم حماتي هم 3 ولاد وبنت. عندي حماتي كتبت الشقة بتاعتها لبنتها، ما كتبتش حاجة للـ3 ولاد، ومش مساعدة ابنها الأخير ده وجوزي، مش مساعدة في حاجة، ما عملتلوش بيت زي اخواته. احنا معرشين بعروق وسالفين فلوس وكده، فديا عقابها ايه ولا ايه ذنبها؟ ماشي يا حبيبتي، اسمعي الشيخ بقى. طيب خلينا بس يعني بالنسبة للسؤالين على بعض كده، حاولي اللي انت تسترضي حماتك، حاولي ما تصدريش المشاكل، ما تقوليش انا اللي كويسة وانا اللي ما فيهاش عيب خالص وانا مش وحشة وانا ومع ذلك هم وحشين في حقي وكذا وكذا. فكتبت لبنتها شقة، خلاص كتبت مفيش مشكلة خالص، عقابها ايه بقى؟ دي مالها ده، مالها يا اخوانا؟ وان كنا بنقول محدش يكتب لحد حاجة في عين حياته، لكن هي كتبت لبنتها خلاص ده مالها. انت مش مطلوب منها اللي هو خلاص انت كتبت لبنتك فانت لازم تكتبي لابنك، ده مش مطلوب منها بالمناسبة يعني. وان كان الاصل اتقوا الله وعدلوا بين ابنائكم، انا بسمع منك بس انا حاسس في كلامك ان انت يعني متحفزة قوي عليهم، مش معقول ابدا على الاطلاق ان يكون البيت كويس كلهم وانت اللي هتطلعي وحشة، اكيد في مشكلة. حاولي بقدر الامكان تقعدي معاها، حاولي تسترضيها، حاولي اللي انت تقعدي مع جوزك تشوفي ايه المشاكل، ايه اللي مزعل حماتك، وتحاولي اللي انت تصلحي الامر دي كله. يعني انت قلتي ده هي والضبط، ما قلتلناش انت قاعده فين، انت قلتي الاول كنت قاعده في اوضه، لكن دلوقتي قاعده فين؟ قاعده في شقه ولا انت قاعده في نفس الاوضه؟ فمحتاجين اللي احنا نرتب الكلام، محتاجين اللي احنا نسترضي حماتنا، وبنحاول بقدر الامكان اللي احنا نخدمها لله، مش نمن ونقول احنا مش وحشين. لا يعني يعني فكري كده وقعدي فكري، شوفي ايه الاخطاء اللي انتوا بتعملوها، وحاولي استرضي حماتك، لان في النهايه ممكن في لحظه من اللحظات انا ما اعرفش البيت باسم مين، يعني ما اعرفش ده ورث ولا مش ورث. وبعدين بتقول هي وضبت، توضبت منين؟ معاه اجابه الفلوس منين؟ ولا الولاد بيدوا لمامتهم فهي ساعدتهم في توضيب الشقه؟ ده انا رايي انا اروح استرضيها. طيب معانا تليفون. مالك؟ ايوه مع حضرتك. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا مع حضرتك، ممكن اسال فضيله الشيخ على سؤال؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. سامعيني حضرتك؟ اتفضلي يا شيخ احمد بيرد عليكي، قولي سؤالك يا حبيبتي احنا معاكي. ماشي حبيبتي، انا متجوزه بقالي 15 سنه. وانا وزوجي في مشاكل بقالنا فتره كبيره قوي تقريبا، يعني انا اول ما اتجوزت ما كنتش عايشه يعني معاه حياه كويسه، خدني من بيتي عايشني مع مامته في بيتها، وكانت يعني مأساه شويه طول الفتره ديت. وانت لما اتجوزتي يا ملك، انت لما اتجوزتي في البدايه كثيرة. الصوت اللي مش مسموع. انا دلوقتي انا هو تقريبا بقالنا 5 سنين عايشين في البيت زي الاخوات يعني. طب هما هيسمعوني لما طبعا الفتره دي كان بتحصل مشاكل وكده، البتاع ده شغال، فانا خلاص تعبت فقررت ان انا انفصل. الفكره ان هو يعني جاله تعب. جاله ايه؟ يعني التعب زاد عليه شويه. بس مامته توفت. مامته ايه؟ توفت. تمام. واخواتي مش بقوا معايا، وهو تقريبا يعني هو بقى لوحده. انا قررت انفصل، انا ما عشتش حياتي، وطول الفتره دي كانت يعني مشاكل كانت كثيره. فهو الفكره اني انا طبعا قاعده في بيتي، هو الشغل بتاعه يعني الدنيا بتاعته مش كويسه شويه، هو بقى ياخد له بيت، انا كده بقى شايله ذنب ان هو بقى ايه؟ بقى يسيب البيت؟ ما انا هفضل قاعده في بيتي، يعني هنفصل وهفضل قاعده في بيتي. تمام.
هو طبعا الشغل بتاعه يعني الحالة المادية بتاعته مش كويسة أوي، يعني أنا كده أبقى شايلة ذنب لو أنا انفصلت عنه، وهو عشان أنا عارفة إن هو تعبان ومفيش حد، أنا كده أبقى شايلة ذنب من ناحيته في أي طب حاجة. وانت هو لما تعبان تنفصلي يعني عنه إيه؟ هتروحي فين؟ لما مريض تنفصلي عنه بصراحة، لما تنفصلي وانت مستمعاني هتروحي فين؟ بس فأنا عايزة هتروحي أعرف أنا لو طب قولي انفصلت لها انت بقى، عنه يعني انا هبقى هقول لك شايلة وانت ذنب قولي لها. فيه من ناحيته في أي طيب حاجة. بصي وهو يا هيقف ملك فين؟ كده اختصارا للقصه بتاعتك، انت متجوزه من 15 سنه، ما كنتيش تمام سعيده طول ال 15 سنه مشاكل، وكان في تمام مشاكل مع حماتك اللي عشتي معاها في الاول شويه، وبعد اه كده طول حماتك دي الوقت توفت اه خلاص. تمام اه اتوفت خلاص وانت عايشه في بيت لوحدك اهو صح؟ اه بتقولي جوزك تعب في اخر كام سنه، عيان يعني مريض؟ اه تعبان. تعبان يعني ما بيقدرش ينزل يروح الشغل، ولا لا بيروح بي لا وبياخد علاج؟ لا بينزل بينزل وبياخد علاجه وكده. يعني عادي طبيعي، اه اه مرض بس هو طبيعي يعني يقدر بيتعايش معاه. طيب اه بيتعايش معايا، تمام، فانا انت خلاص دلوقتي قررت طالبة انك خالص انت تنفصلي او تتطلقي صح؟ اه هتقعد اتطلق فين بقى؟ وانفصل تماما، ان خلاص الحياة بالنسبالي بقت مستحيلة. تمام، وقلتي ان انت اتفقتي مع ان انت هتعيشي في نفس البيت اللي انت عايشة انا فيه انت عايشة وولادك. بيتي اه، بس الفكرة ان هو حالته المادية مش كويسة ان يعرف ياخد بيت تاني. مش فانا هو لو هو انا بقى ممكن يقعد في شقة مامته؟ مش مامته ماتت؟ معي شقة مامته ديت ايجار وراحت للمالك اه خلاص خلاص يعني، اه ما بقاش في خلاص شقة. اه، وخصوصا ان هو محوش حد، يعني مامته مش معايا، وعندها مامته اولاد طبعا ولا لا؟ توفت، اخواته مش معايا، مفيش حد عندها معايا طبعا اولاد؟ غير ايه ربنا سبحانه عندها وتعالى، اولاد؟ مفيش حد اه معايا يعني من اهله. تمام، لكن انت لما اتكلمتي معاه في موضوع الانفصال هو وافق ان هو هو يمشي مش ويسيب راضي، البيت؟ لا اه مش لا لا راضي، لا لا عشان مش راضي مش راضي، مش عشانك، عشان خاطر مش هيقدر يروح يقعد في البيت تاني لوحده. اه، يقول لي انا مفيش حاجة، انت يعني هي كافي، انت المشاكل كلها بس رميتيني، انا مادية مفيش ولا بيت ايه؟ تاني ومفيش اي حاجة. بس الفكرة ان الحياة ما بيننا بقت صعبة قوي، يعني طيب يعني كل الحياة واحد صعبة فينا بينكم بجنب عشان الفلوس، ولا عشان انت ما خلاص ما بقاش في حياة ما بيني وما بينه. كانت بتقول بقى لهم 5 سنين كأنهم عايشين منفصلين. طيب هو تمام، يعني انا بروح عند اهلي وبيجي وهو طب قاعد ماشي، في انت البيت. اهلك بقى مش واقفين معاكي في الموضوع ده؟ لا يا والدتي مش موافقة، بس أنا خلاص يعني بقينا كنا بنقعد فترة في مشاكل وخناقات، بعد كده يعني خلاص مامتك قالت بتقول لك ايه؟ عيشي على الحال ده عشان ولادك؟ عيشي اه، تقول لي عيشي. اه ماشي. طب وهو انت اصلا لو هو حتى طب هي الحالة انفصلته المادية مين حالتك هيصرف عليكم؟ المادية اه مين هيصرف عليكم؟ هي مش الأساس، هي الحالة المادية، الفكرة ان حياتنا بقت صعبة مع بعض، ايوه هو احنا لا فاهم، هو خلاص وانا احنا فهمنا هيتغير قصة الحياة الصعبة دي، لكن اه. قصدي لو اتطلقتي حتى لو سابك انت ولادك في البيت مين هيصرف عليكم؟ هو هيبقى ملزم بمصاريف عياله هيبقى والحاجات ملزم دي، ازاي ما انت بتقولي معهوش حتى فلوس يأجر لنفسه شقة تانية؟ بس هو لو هياخد شقة تانية هياخد مثلا حاجة تبقى إيجار بسيط. هو الفكرة إن هو مش راضي، بس أنا يعني خلاص فاهماني يعني انا ماشي، انا فاهماكي، بس احنا دلوقتي بنفكر بالعقل زي ما مامتك تمام. بتفكر بالعقل، ان في اولاد هيضيعوا، يعني مين هيصرف عليهم ياكلهم ويشربهم؟ انت تقدري تنزلي تشتغلي؟ هقدر انزل اشتغل اكيد طبعا، يعني اعمل اي حاجة، بس انت عندك الفكرة كام ان سنة يا مبقاش ملك؟ احنا عندك مع كام بعض، سنة؟ وكمان انا مش عايزة اشيل ذنب او بلغة حياتي، الإشارة لان عندك انا كام في سنة؟ الفترة دي كنت معايا وفعايا وفي كل حاجة وما قصرتش. طب انت اسمعي عايزة بقى طب اسمعي، بصي واحد يا ملك يسمعني، اسمعي الشيخ احمد هيسألك كده، اسمعي. الشيخ الصامت تمام المعلوم. اه عندك كام سنة؟ عندي دلوقتي 34 بصي يا ملك، خدي مني نصيحة، تمام الحياة صعبة، وقضية اللي هو جدا يروح يشوف شقة، وقضية اللي أنا هقعد في الشقة أنا وعيالي، وبعدين هو ملزم إن هو يصرف، هو أصلا مش قادر يصرف عليكم دلوقتي، فهيصرف عليكم إزاي؟ يعني هيصرف إزاي بعد كده؟ هيبقى أسرتين اتنين ليه، هو أكله وشربه وبتاعه وعلاجه و ربنا وإيجاره يكون في عونه والإيجار، وبعدين بالتالي مش هيقدر يصرف عليكم، فأنتوا هتضيعوا. لو كان المشاكل في مشاكل خاصة ما بينكم، في بين الزوج والزوجة في العلاقة، حاول اللي انت تتكلمي معاه، حاول يروح للدكتور، حاول تشوفوا المشكلة فين بالضبط. لكن لو مشكلة متعلقة بالنواحي المادية نصبر، واحنا في الأزمة نصبر، نحاول ان احنا نصبر ونصبر ونصبر، مش اول ما تيجي كده ولا انا هقدر اشتغل، يعني منين هتروحي فين وانت 34 سنة، وهتسيبي عيالك لمين؟ فانت هتدمري اولادك وهتدمري نفسك. حاولي تقعدي مع زوجك ده واتكلموا ايه المشكله فين، وتعال نحلها. لو في مشكله متعلقه بالنواحي الماديه نصبر، طب لو في مشكله متعلقه بالنواحي الصحيه والجسديه وما إيه والعلاقه، تعالوا نشوف دكتور. يعني ما انزل الله داء الا انزل له دواء، احنا محتاجين لازم نوقن بالمساله دي ونصبر. الحياه دلوقتي صعبه،
مش الحياة اللي احنا نوع عندنا الرفاهية ان كل واحد يقعد في حاله، لا. فانا بقول لك ومع كلام مامتك، ومامتك هي عارفة هي بتقول ايه، يا بنتي عشان على الاقل عشان الاولاد. طب هتنزل الشغل، طب الاولاد هيكونوا فين؟ مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيعلمهم الصح والغلط؟ فانت عشان تنزلي شغل تأكلي فتغذي الجسد بس بتفسد الروح والاخلاق، مش انت اللي هتفسدي، هتكوني سبب، لان اللي هيربيهم الشارع، وانت ما عارفيش التربيه هتبقى عامله ازاي في الوقت ده. ولادك هيطلعوا بعد كده، هل الله اعلم بحالهم، ربنا يهديهم يا رب وينبتهم نباتا حسنا. لكن فكري، شوفي الايجابيات فين والسلبيات، هتلاقي السلبيات بتاع الانفصال اكتر من الايجابيات. فحاولي اللي احنا نغلب المصلحه، كل واحد، احنا ما بناخدش كل حاجه نفسنا فيها، يعني ما فيش واحد، كل واحد يعني لو نفسه في مستحيل ان الانسان يحصل على كل شيء يتمناه، لكن في قصور، بيبقى في شويه حاجات كده اللي هو سلبيات موجوده في المجتمع، نعالجها، نحاول نعالجها، نحاول ناخذ بالاسباب، نقول يا رب. فانت فكري واهدي وما تاخدكيش العاطفه اللي انا خلاص بقى استحاله تعيشها، فاحنا لازم نتطلق، وهو ملزم، ملزم منين؟ ده اول ما هتطلقي هيروح يدفع ايجار الشقه، يجيب له اكله وياكل ولا يشرب، خلصت الفلوس، هيقول لك مش قادر اصرف عليكم، وبالتالي هتنزلي، فالعيال هم اللي هيضيعوا. فرب عيالك ما بين اب وام افضل من تربيه الاولاد بلا اب ولا ام. ربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب يا رب. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.